اقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم لا تدع لهم طائرا يطير في السماء الا اسقطته ولا آلة تدب على الارض الا دمرتها ولا سفينة تجري في البحر الا اغرقتها ولا راية لهم الا نكستها ولا ظالما يواليهم الا قصمت ظهره ولا ظالما يؤيدهم الا قصمت ظهره. بقوتك يا قوي يا متين اللهم يا ناصر المظلومين يا امام الخائفين يا جار المستجيرين يا رجاء المستضعفين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم واجر النصر على ايديهم ومكن لهم في الارض يا رب العالمين. اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم وارمم على قلوبهم ووحد كلمتهم يا رب العالمين. اللهم اشف جرحاهم وعاف مبتلاهم وفك قيد اسراهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم انا نشكو اليك ضعفنا وقلة حيلتنا احرار مدينة هجين على الناس 29/9/2012. اللهم انهم قد استهزأوا بديننا وسخروا من نبينا ونزعوك ملكك يا الله ونزعوك ملكك يا الله. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر واجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبديع سطوتك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم بقوتك يا قوي يا متين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.